مطاعم الرحمة قبلة لعابر السبيل والمحتاجين في الشهر الفضيل. عيسى وسمير شابان اجتمعا على فعل الخير وتحضير الطعام لإفطار الصائمين. 16 سنة نخدموا في المبادرة هذه، الحمد لله كاين المحسنين يعاونونا من كل ولاية، الحمد لله رانا كل عام إن شاء الله قايمين بها، وعندنا خوتنا يعاونونا، عندنا خدامين معانا محسنين الحمد لله يعاونونا في كل وقت. هادو الناس اللي يفطرونا كاع عبر السبيل، مساء ما عندهمش وين يفطروا عندنا، والحمد لله فطروا حنا معاهم، ما حنا خليو ديارنا وجيو لهنا الحمد لله فطروا معاهم. خلقوا الناس هادو اللي يجيو يفطروا هنا، خلقوا لهم جو عائلي هنا في الريستورون هذا، باش ما يحسوش تضحك مع لي كليو، تقصر معاهم، توشي خصكم هنا باه يحس بروحه باللي راه يفطر في دارو، ما يحس باللي راه مرتاح. تخليه لازم لي كليو كي يجي يفطر عندك تخليه مرتاح، ما يحش بالغربة، ما يحش باللي راهو بعيد على الدار، ما يحش باللي لازم نخليه يكون مرتاح إن شاء الله. هذا المطعم ضم ثلة من خيرة الشباب اجتمعوا منذ بداية رمضان وتقاسموا مهام تحضير الطعام في جو عائلي. إحساس تاعي أنا الماكلة تاعي خليها له ليه، لو كان نحس به باللي يوم جاي نخليها له ليه. احنا كنا نخدموا في السمار وقت فات، كنا نخدموا في السمار، والله احنا ما نفطروش، احنا نديروا دي بار تاعنا هكذا، نحوزوهم يجيو الناس عبر السبيل هكذا، ما كانش مسكين لا غالب ولا غنعطيوها له. ملي مخصوص يجي لهنايا، كاين واحد اللي لا غالب تحتمت عليه ما يقدرش، هذا هو. كل مطعم فتح أبوابه للصائمين وراءه شباب يسعون للحفاظ على العمل الخيري والتطوعي، وكلها مبادرات تبقى بحاجة إلى دعم المحسنين والخيرين لتستمر.